خدت ايه من شفيت الدماغ غير البهدله لو قلت القيمه؟ يكون في علمك انا ما كنتش راضي على اللي كانوا ناويين يعملوه معاك. واعلم ربنا صادق صادق يا حاج من غير حلفان، بس قول لي انت جاي ليه؟ الحمد لله ولدك رجع وربنا نصفني وطلع ماليش يد زي ما اخوك كان بيتهمني. اي حد كان هيشك فيك بعد وقفتك مع علام وهاشم ضد اخوي. عندك حق، انا غلطت اني حطيت يدي في يد هاشم وجاي اصلح غلطتي. والقصد؟ نحط يدنا في يد بعض. انا عندي الارض وانت عندك الشكفة اللي هتوصلنا المنجم الذهب. ايوه صح، الوصولات اللي كان واخدهم عليك مهران اليماني اشتريتهم لك منه، عربون محبة. اتفقنا، بس خير الأرض ما يتقسمش غير علينا، أنت النص وأنا وآدم النص. بس صحيح، هنعمل إيه في هاشم؟ بصاحب الأرض الحاج عبد الحميد مش هيغلب في هاشم يا يحيى، من مصلحته إنه يزيحه من طريقه قبل ما هاشم يعملها فيك. يلا قوام، مش هنقعد اليوم كله. خلاص يا دكروري ما حبكتش، سيبني دلوق. حاضر، يلا سيبي اللي في يدك وتعالى معي. يلا يلا. زعلان منك، انت محقوق لي مرتين، مرة لما هددتني بقتل ياسين، والتانية لما اتهمتني بخطف والد اخوك. لو شوف يا اخي مين اللي يطلع عملها. انا صحيح اتفاجأت بس ما اتخطفتش، خالي وانا عارفه. العرق دساس، وانت وهو ما تخيروش عن بعض. بقول لك ايه، ما انت ما تحاولش توهم مخي ان انت وخالي مش موالسين مع بعض، ولا زمانك كنت سلمته للحكومه وخلصت منه. وليه ما تقولش ان ده بياكد لك ان نيتي صافيه ومش عاوز ادخل الحكومه ما بيننا، والشكفه تقع في يدهم. خلك انا ماجل حسابه لبعدين لما اوصل للمنجم. يحيى دلوقتي تحت طوعي وهينفذ اللي هقول عليه بالحرف، وانا هقول له بلاش يوافق على عرض عبد الحميد الويشي. قلت ايه؟ احاول اصدقك لو اقتنعت بكلامك، بس افهم الاول، عبد الحميد الويشي عرض عليكم مين؟ عرض يشاركنا هو النص وانا ويحيى النص، قصاد انه يطلعك انت وعلام من الليله، وهو قال ان عنده بدل الطريقه 1000. انا شايف ان عرض اصلح لك. ماشي، بس لو بتعمل كده عشان تماطل في الثلاث ليالي انسى. لو عايز تنفذ اتفاقك تدينا النص التاني قبل ما المهله تخلص، ولك عندي الحمايه انت ويحيى من اي جنس مخلوق مهما كان. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watch.com.